من النادي الأهلي كنت متوقعه؟ مين صاحب القرار؟ انا صاحب القرار، مش متوقعه طبعا. انا كانت امنيه حياتي ان انا افضل واكمل طول حياتي في النادي الاهلي، بس هي كانت ظروف ان انا قعدت فتره ما لعبتش، وكنت حابب ان انا العب، فمش قادر مش هقدر اقول لك هو قرار صح ولا غلط. بس طبعا لو رجع بيا الزمن اكيد مش همشي، لان انا النادي الاهلي طبعا مش هيتعوض، وبالذات لما انت بتسيبي النادي وتروحي وتلفي على الانديه بتحسي بالفرق الكبير قوي اللي موجود، يعني منظومه مختلفه. فطبعا هو في الاول وفي الاخر نصيب، اكيد كان نفسي اكمل في النادي، واكيد كان نفسي افضل في النادي اللي اتربيت فيه وانهي مسيرتي في النادي، حاجات كتيره بقى. زي ما بقول لك، هو لو رجع بيا القرار كنت ممكن ما اخدش القرار ده لو رجع بيا الوقت قصدي، بس في نفس الوقت زي ما بقول لك في التوقيت ده انا كنت شايف ان ده ممكن قرار مناسب بالنسبه لي، لان انا كان كل هدفي ان انا اطلع العب، وكنت متاكد ان انا هرجع، يعني ما عنديش مشكله من الحته دي، فاهمه؟ عارفه لو اللي هو هيسيبوني او ان انا يا جماعه سيبوني خالص بيع وشراء، لا طبعا انا ما كنتش حابب كده، وكنت متاكد ان انا هرجع. بس طبعا الامور ما مشيتش زي ما انا عايز، حصل تفاوض على مدار يعني السنين اللي فاتت دي، ممكن نقول مثلا مرتين في ان انا ارجع تاني النادي، والامور ما مشيتش برضو بالشكل المناسب ايا كان ايه اللي حصل. بس يعني برضو زي ما بقول لك هو ده نصيب. لظروف ماديه؟ لا مش ظروف ماديه خالص خالص. المره المرتين كانوا وانا في المقاولين، المره الاولى كانت تقريبا من ممكن من 4 سنين، في ان كان في كلام ان هم كلموا النادي هنا ان انا ارجع، كان النادي الاهلي عنده مشكله في الحته دي، وللاسف كان الموضوع ده في 3 يناير، واحنا هنا في النادي كنا ماشيين بشكل كويس السنه دي، كنا مع الكابتن عوده برده، وكان النادي عنده اهداف وطموح ان احنا نكمل وندخل المربع ونبقى موجودين في افريقيا. بعد كان رد النادي هنا على 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 الناس في النادي الاهلي اللي هو لا دلوقتي الامور هتبقى صعبه، واحنا مش هنقدر نستغنى عن سمير، وممكن الامور تبقى احسن في اخر السنه لو انتوا عايزينه، تبقى ما عندناش وانت مشكله. وانت كنت عارف الموضوع؟ انا هقول لك بقى، انا ما كنتش عارف اي حاجه خالص ولا عندي اي معلومه، وعرفت ان الناس هنا جم، كابتن عوده جه يتكلم معايا بعد الانتقالات لما خلصت، فتحوا معايا بقى الموضوع. كابتن عوده حتى جه قال لي ما تزعلش مني يا سمير، الموضوع حصل 1 2 3، عشان برده ما تعرفش من بره وتبدا تقول ان الكابتن عوده واقف ضدك، فانا غصب عني انا برده عايز انجح، وكانت بالنسبه لي ما كانش ينفع استغنى عنك في التوقيت ده. فطبعا فقعد بقى يقول لي ما انا مش عايزك تزعل مني. طبعا الموضوع كان بالنسبه لي صعب، لان انا لو كنت عرفت ان في كلام او النادي الاهلي محتاجني، انا كنت هضغط بشكل طبعا مش طبيعي ان انا ارجع تاني النادي، وكنت هتكلم هنا مع الناس، وانا علاقتي بالناس هنا كويسه جدا، فكانت الامور بالنسبه لي مش هتبقى فيها مشكله. فهم طبعا استنوا التوقيت المناسب لما الانتقالات تقفل، بحيث اللي هو ما يبقاش عندي فرصه اصلا ان انا اتكلم. طب ما حاولتش توضح حتى يعني للتوضيح بس انه انت ما كانش عندك علم بالمفاوضات اللي حصلت؟ لا طبعا ما حاولش بقى اتكلم، كان كل كلامي في اي انترفيو لما حد بيسالني زي ما بتكلم معاكي كده، بحكي التفاصيل، بس ما حاولتش اطلع اوضح طبعا. انا برضو يعني ما بحبش ادخل نفسي في صراعات او مشاكل. خلاص هو الموضوع حصل، ودي اراده ربنا في الاول وفي الاخر، والقصه وقفت على كده. وطبعا النادي الاهلي ساعتها في الفتره دي اكيد انا مش فاكر هو اكيد جاب حد، فالامور برضو في اخر السنه خلاص كان هم حلوا الموضوع. المره الثانيه كان كلام لسه من قريب، وكان جالي معلومه يعني ان مستر موسيماني اتكلم مع الناس ان هو عايزني قبل لما ساعه موضوع بدر لما حصل له مشاكل، فالنادي الاهلي برده كان عنده مشكله في المكان ده، فكانوا محتاجين حد يبقى موجود مع اللعيبه اللي موجوده، والموضوع برده اتعرض واتفتح، وبرده اللي وصل لي ان الموضوع اتقفل بسبب موضوع السن. هم كانوا محتاجين قالوا مستر موسيماني من سمير حد من اولادنا ولعب معانا، واكيد حد كويس في كل حاجه، بس المشكله العقبه بالنسبه لنا هتبقى موضوع السن، احنا محتاجين حد صغير يجي يفيد النادي لفتره كبيره بس. والموضوع وقف من كده، وساعتها عبد المنعم كان في مشاكل ان فيوتشر مش عايز يسيبه، فكان في شويه مشاكل كده، فهم كانوا عايزين حد يجي يبقى موجود في المكان ده، وقدروا بقى يحلوا الموضوع لما رجعوا عبد المنعم. يعني بمناسبه السن،